خلاص يا ريس جلال، انا فهمت. الواد محروس واللي اسمه ابونيه زمانهم دلوقتي في الحبس. يا فندم دول اقوى حجه ضد اللي اسمه سباكس. ده اثبات حي يا فندم على انه كان بيخرب ممتلكات عمه وبيضر مصالح البلد مش الشركه بس. طلب يا سعاده بيه، والطلب بتاعنا احنا دلوقتي. خلاص يا ريس دسوقي، انا بعد ما شفت خام الفوسفات وقدرت كمياته وبعدين عرفت كمان ان المنجم بيبشر بالخير، انا هرفع مذكره لمجلس الاداره بالموضوع كله. يا فرج الله، يعني المنجم هيبقى بتاعنا؟ مش بالسهوله دي يا ريس جلال. وهتشتروا مننا الخام ومش عايزين منكم حاجه بعد كده. طب والتموين والبوسطه ولوازم الشغل؟ هندبرها يا سعاده بيه. وانا هشوف، خليهم يجهزوا العربياتها كمان. حاضر يا فندم. هتمشي يا سعاده البيت من غير ما تاخد الليله؟ انت اكلك اتشبع منه يا عم اسماعيل يا راجل طيب؟ انا لولا والله شغل في الاداره كنت قعدت معاكم على طول. تنور يا بيه. السلام عليكم. نورتنا يا فندم. المهندس فكري يا فندم، المشرف على حفارات شركه البترول. اهلا اهلا يا باشمهندس، انا والله كنت عايز اشوفك من زمان عشان اشكرك على كل اللي عملته مع رجالتنا. انا يا فندم ما عملتش حاجه. انا جاي اقول لكم ان شركه البترول موافقه على السماح باستمرار العمل في المنجم. فوري وانت يا باشمهندس ما لقيتوش بترول؟ ان شاء الله هنلاقي. الجبل مليان خير. نورت يا حسن. اشرب. ايه ده؟ ميه معدنيه كمان؟ امال؟ معقول يا حسن هتقعد معانا خلاص؟ يعني كام يوم كده؟ كده اهو. طب اسمع بقى، تقعد معانا هنا مش تقعد تنط كل شويه بره. انا مش هنط بره ولا حاجه. بس عايز اعرف ايه اللي حصل في غيابي؟ كنت وحشني قوي وقلقانة عليك وخايفة. يا ماما أنا عايز أعرف إيه اللي حصل، إيه اللي حصل في الجبل في المستعمرة كلها. يا ابني وأنا شعرفني، أنا ليل نهار قاعدة في البيت. اشرب يا حسن، اشرب الشاي. اشرب. يا فاطمة كان نفسي يا بنت في كوباية الشاي من إيدك. الهنا والشفا. اسكت يا حسن، ده احنا قعدنا 4 شهور من غير شاي ولا سكر ولا عيش ولا حتى غموس. ليه؟ وكانوا هيرحلونا ويرفضوا ابوك من الشغل. مش ممكن يا فاطمة. اسكتي بقى شوية، أخوك تعبان ملوش لزوم الكلام ده. أنا عايز أسمع كل حاجة، قولي يا فاطمة، عاطف فين؟ عاطف في المنجم، بيشتغل دلوقتي بتاع ديناميت مع سليمان أفندي وعيسى. وعيسى بقى عديلك خطب جزية. شوفي البت، مالكيش دعوة، أنت مالكيش دعوة بالحاجات دي يا بت، عايز أعرف أخباركم أنتم. عاوز تعرف إيه بس؟ مع عربية التموين رجعت تيجي تاني ومدير الشركة زارنا والحالة بقت كويسة والحمد لله. يا ماما ده أخباركم كلها في الجرايد. في الجرايد؟ ليه؟ عشان اللي عمله بابا وزملاته. وهو بابا عمل حاجة وحشة؟ يا ماما، يا ماما حسن عايز يعرف أخبارنا. احنا شفنا أيام يا حسن. خلاص يا فاطمة كفاية، وأنا اللي كنت محتار أختار سلوى ولا سعدية. اكل في مطعم المدينه الجامعيه ولا في مطعم النادي؟ اكل اسكالوب بانيه ولا فراخ مشويه؟ وانتوا واحنا ايه بس كده يا فاطمه تنكدي على اخوكي؟ لا يا حسن، طب ما احنا هنا برضو كنا مبسوطين وبناكل اكل حلو قوي، وكنا بناكل لحمه وخضار وطرشي، وكنا بناكل فتة ترسه. وايه بقى احلى من فتة العدس؟ فاطمه انت هتجننيني، انت مش بتقولي عربيه التموين ما كانتش بتيجي؟ عمك اسماعيل بقى كان بيطلع لنا كله من البحر. والعروسة بتجيب لي كل ده؟ عروسة ايه انت كمان؟ انت هتقول الكلام اللي بيقولوه الجماعة الخواجات دول؟ ايه ده؟ هو في خواجات كمان؟ ايوه، الخواجات اللي جابهم صاحبك الدكتور منير. ودكتور منير قال لكم انه صاحبي؟ ايوه، وقاعد عند مخمر هو والخواجات. ده الجبل بقى ايه كده زحمة موت. ده اكيد عطف، انا هفتحه. سلوى؟ حسن؟ مين دي يا حسن؟ دي انا مندوبه من التلفزيون. بتقولي ايه يا بنتي؟ ماما ما تعرفش حاجه. ما تخافش انا هتصرف. سلوى ما تسيبها تدخل يا حسن، اتفضلي يا بنتي. مساء الخير. اهلا اهلا. مساء الخير يا طنط. مساء النور يا بنتي. اتفضلي. ميرسي. يا حضرتك حلوه قوي. ميرسي. هو حضرتك قلتيلي منين؟ من التلفزيون. انتوا ما عندكوش تلفزيون ولا ايه؟ ولا راديو يا بنتي. معقوله؟ كان لازم يبقى عندكم تلفزيون. طب حضرتك تشربي ايه؟ لا لا ميرسي، في الحقيقه اصلي كنت عايزه الكابتن حسن في موضوع علشان التسجيل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا اهلا. احنا عندنا ضيوف النهارده ولا ايه؟ لازم بتوع الابحاث صح ولا من حته تانية دي؟ لا هي دي نفس الحته. عاطف
ماما كانت عايزاه. معلش اصل انا كل ما بروح حته بقابل ناس يعني. ماما تصوري لون خمر النهارده اداني 10 جنيه 10 جنيه فاكراها فاطمه 10 جنيه بحق وحقيق. ودي اديها لك ليه بقى؟ اصل انا مدموزيل مش مدموزيل برضه. ايوه تصوري حضرتك واحد عايز يعمل يافطه المكتوب عليها ايه؟ كازينو وفندق مخيمر. بذمتك مش حاجه تضحك؟ كفايه. طيب هستاذن انا بقى. اتفضلي يا انسه. الله انت مش قلت انك مش هتخرج؟ هاجي على طول هاجي على طول دقيقه واحده بس. يلا انا اذنك. يلا خدش وقت ومخيمر وفلوس. مين ده يا بنت فاطمه؟ دي حلوه قوي. مندوب من التلفزيون يا سبع البرومبا. طبعا سبع. ده احنا النهارده اشتغلنا شغل يا نهار ابيض. ده احنا مطلعين يجي 20 ترول خام. طب وايه حكايه اليافطه دي؟ انا يا ستي عايزنا اكتبها له بالعربي وبالانجليزي. انا جعان. لما بابا واخوك يرجعوا. لا بابا مش هيرجع دلوقتي، ده عنده اجتماع في الاستراحه. اجتماع تاني؟ مش المدير رجع مصر؟ ما انا عارف بقى، انا مال انا جعان. عارفه يا بنت فاطمه الست روز دي معاها ولا يجي مليون صوره لعروسه البحر، اتريها بحق وحقيق. واحنا اللي كنا بنتريق على عم اسماعيل لما يجي بسيرتها. معقوله يعني في عروسه بحر بحق وحقيق؟ دي بتقول كمان ان ليها متحف باسمها في الغردقه والناس بتجيلها من اخر الدنيا. لا 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 انا لازم اروح الغردقه بقى، لازم يا ماما نروح الغردقه. يا بنت تروحي فين؟ اللي هناك دي متحنطه، انما عروسه عمك اسماعيل بحق وحقيق. امال هو اتجنن بحبها من شويه؟ على كده بقى يا عاطف بلدنا دي متأصله. حضرتك قلتي على المستعمره بلدنا؟ ايوه بلدنا. روح يا ابني شوف حسن اخوك راح فين. يا ماما هو حد يبقى معاه واحده زي دي ويجي؟ انا شخصيا مش منقول من هنا. انا جعان.